Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Hari ini bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsi di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar membaca surat-surat pilihan yaitu surah Yusuf. Kita akan baca surah Yusuf ini secara pelan-pelan saja. Sebelumnya silakan untuk subscribe channel Ngaji Bareng 04. Untuk mendapatkan informasi-informasi seputar membaca Al-Qur'an. Jangan lupa like, comment, share apabila merasa video ini bermanfaat. Kita baca pelan, kita akan coba baca dengan irama nihawan. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام الف <الفلام> لام <الفلام> تِلْكَ <تلقى> آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا بما اوحينا اليك هذا القران وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصر ياك على اخوتك على اخوتك, إِخْوَتِكَ فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يَجْتَبِيكَ رب ويعلمك من تأويل الأحاديث من تأويل ويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته ماته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب طوبك ما أتمها على أبويك على نبوئك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات وإخوته آيات للسلام سائلين اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا الى ابينا منا ونحن عصبه Inna abana la fi dhalalim mubin oh. قاتلوا يوسف أو طرحوه أرضي يخل لكم أرضي يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف سوف وألقوه في غيابة الجب في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة بعض السيارات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب ويلعب وانا له لحافظون <applause> قال اني لا يح... زنوني أن تذهبوا به أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله اي اكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن نحن عصبه ونحن عصبه انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لا لا تُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا نا يوسف عند متاعنا عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء على قميصه بدم كذب، قال بل سولت. لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المسلم تعالوا على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام. وَاسَرُّهُ بِضَاعَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَهُ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته من مصر لامرأته أكرم و مثواه عسى أن ينفعنا اي ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولكن أكثر فَرَ الناس لا يعلمون ولما بلغ اشده اتيناه اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودت التي هو في بيتها عن نفسه عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا لَا راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخ لَصِين وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرِ من دبور والف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهله. بأهلك سوءا بِأَهْ إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد شاهد من أهلها <رجل> ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دُبُر، من دُبُر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين وقال نسوه في المدينه امراه العزيز في المدينة إمرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فس <applause> ولا إن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون ولا يَكُونَ من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني إليك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين فاستجاب له رب ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدالهم لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنن... لا حتى تَحِينُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانٌ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي ، فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحب sinin Qala la ya Tikuma ta'amun ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت لَا تقوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبع تُمِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل لِلَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ما تعبدون من دونه الا اسماء إلا أسمع أن سميتموها أنتم وآباؤكم وآباؤكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين قَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۖ يا صاحبي السجن اما احد اما احدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير فتأكل الطير من رأسه فوضي الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناجم فاذكرني منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ذكر ربه ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك: إني أرى سبع بقرات، إني ara sab'a baqaratin simaniya كُلُهنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنبُلاتٍ ۖ وَسَبْعَ سنبلات خب ضيوف اخرى يابسات يا ايها الملا افتوني في رؤياي ان كنتم firu ya ya inkuntum lirru ya zakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات في سبع بقرات سمانيه يأكلهن, يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يَأ كلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يَعْ لمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حَصَدْت تُمْ فذروه في سنبله في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد سبع شداد يأتي

ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. قال: ارجع. إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ما بال التي قطعت نا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ إِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من صور قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب bil-ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهُ لَأَمْرَتُمْ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخدم لصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا ، قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن من الأرض إني حفيظ عليم وكذلك ما كنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَهُمُ جيرون. وَلَمْ ولما جهزهم بجهازهم قال توني قال خِلَكُم لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنكر فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفطان يا نيه اجعلوا بضاعتهم بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا قَالُوا يَا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم الا كما امنتكم على اخيه من قبل والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِالضَّآتِهِمْ وَجَدُوا بِالضَّآتِهِمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا، حتى تؤتون موثقا من الله لت. لا تأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موصقاهم قال الله، قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب ، من باب واحد وادخلوا من أبواب وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن, ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُف، عَلَى يُوسُفَ أَوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما, بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية جعل السقاية في لأخيه ثم أذن مؤذن ثم ما اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا ما جئنا في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله، من في رحله من في رحله له فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه وعاء أخيه ثم استخرج رجها من وعاء اخيه كذلك كدنا ليوسف لي ما كان ليا خذ اخاه في دين الملك في دين الملك الا ان يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ضيع عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوم يوسف في نفسه في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ۖ شيخا ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا إلا من وجدنا متاعنا عنده

تياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم ان اباكم قد اخذ عليكم ما اوصقا من الله ومن قبل ما فرت ومن قبل ما فرطتم في يوسف ما فرطتم تم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى, حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب وما كنا للغيب حافظين أَلِي الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي فيها ولعيره التي اقبلنا فيها واننا الصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي. (ديني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم) وقال يا أسف على يوسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بث وحزني إلى الله وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهب فتحسسوا من يوسف من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله ، من روح الله الا القوم الكافرون فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ قَالُوا يَا أَيُّهَا العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا نبي بضاعة مزجات فَأَوْفِلَنَا لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد أثرك الله علينا علينا وإن كنا لخاطئين ولا لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهه على وجه أبي يأتي بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير، قال أبوهم إن قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف إني لا أجد ريح يوسف لولا أن فندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما ان جاء البشير القاه على وجهه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله اني اعلم من الله ما لا تعلمون قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف اوى اليه أَوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ إيه وَقَالَ ادْخُلُوا وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل ياي هذا تاويل يا من قبل قد جعلها قد جعلها ربي حق Oh. Wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wajaa abikum وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنَّ نزغ الشَّيْطَانُ أن زغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أن تَوَالِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا أمرهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض والأرض يمرون عليها وهم عنها وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ افامنوا ان تاتيهم غاشيه غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلا رجالاً نوحي إليهم إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبه. كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير للذين اتقوا أفلا تقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم ، وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. rahmah wa hudan wa rahmatan liqawmi yu'minun Sadaqallahul Azim Alhamdulillah, sekian saja untuk Pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.